نجمع مربى الصف هذا المنصور فليتفضل. نستخدم برائم الثاني عشر دال مع مربية الصف عبير عابد فليتفضلوا. قد غربت الشمس هذا اليوم وأغلقت علينا أبوابه كما تغلق زنبقة الغور أوراقها على غدها، فعانقت بين طيبها الغبة شريطا غنيا بأطيب الصور وأسمى اللحظات التي ساح شبابها في سماء هذا المكان، تاركة وراءها ذكرى ستبقى محفورة على جدران قلوبنا البيضاء ومطبوعة كالغشم على صفحات عمرنا. ها هي مراكب الأقدار تمضي بنا نحو الشطآن المجهول لتنفو بنا في مناء المكتوب، فبحر الحياة ما بين مد وجزر بداخله أرواحنا وقلوبنا ما بين فرح وحزن، لنجعل الحاضر يكلل الماضي بأثمن الساعات والمستقبل بالحنين والتشوقات، فليس أمس سوى ذكرى اليوم وليس الغد سوى حلم اليوم، فالأحلام لا تصنف بين وهم وحقيقة، بل ما يجعل كل ما يعتبر وهما أو حقيقة هو جهد صاحب الحلم، فكلما اجتهد الشخص سرد حلمه من الحقيقة، وكلما تكاسل بقي حلمه مجرد وهم، فكم من العظماء كانت أحلامهم تقابل بالسخرية، وذلك لأن أحلامهم لا يمكن أن تحتويها عقول الجهال. عميق بحرنا ومستقبلنا أعمق، أسماكه مفترسة وحياتنا في خطر، وكل خطوة يخطوها صياد يبحث فيها عن كنز مصحوبة بموج وخوف وجازات تزرع فينا لا إرادة والرغبة. هل نكمل مشوارا لا نعرف محتواه؟ هل نستمع لأمواج البحر لنسمع صوتا ودويا عاليا لا نفهمه ونفكر فيه طالما حيينا؟ حيران أنت يا بحر وحيرتي أمام سفل حيرتك عملاقة، تحمل حقيبة فارغة ومليئة من الجهل نفرغها، بالعلم نملأها وبالجهد لا نتعب من جرها أو تحريكها أو حتى رميها أمامنا للحاقدها. أما الآن دعونا نرحب وندعو إلى المنصة كل من مدير المدرسة الأستاذ عفيف عراج المحترم فليتفضل. بحضرة رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب السيد مروان طربوش المحترم. بحضرة مدير المدرسة الإعدادية الأستاذ فندي عزام المحترم. وبحضرة مدير قسم المعارف السيد عماد دغش المحترم. وأخيرا وليس آخرا نرحب بطاقم الهيئة التدريسية من معلمينا نرحب بحضرة رئيس مجلس المغاري المحلي المحامي فريد غانم فليتفضل. اعتذر. وأخيرا وليس آخرا
نرحب بطاقم الهيئة التدريسية من معلمين ومعلمات مربين ومربيات. بحضرات الضيوف أهالي الخريجين الكرام، ولا ننسى زملائنا الخريجين، فأهلا وسهلا بكم جميعا في حفل تخريج الفوج 11 من المدرسة الشاملة باه.